تحية جمهورية إلى جميع الأحرار. اليوم غادي نهضروا على بغينا نفسروا شي حوايج، لأن إلا لاحظتوا ديرنييرمون وكثيرا ما فاش ولاو كيخرجوا هاد لي فيديو ديال الفلوس وداك الشيء، واحد العدد كثير ديال الناس بداو كيتساقطوا بداو كيبانوا، بورتو حنا راه كنا عارفين ومير حاطينهم ستاند باي باش ما يصحابش ليه بنادم راه صوره بنادم راه ما عارفه شنو كيهضر. انا اولا بعد عمرني ما قلت لكم الخوت انني باغي نولي بريزيدون، وانا اتحدى شي واحد يجبد هذا الكلام، فهمتيني؟ ولا في الفيديوياتي ولا فرقت في الحقائب، ولا قلت لكم غادي نجي نحكم المغرب، ولا 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 حنا اصلا هذيك مساله ديال البريزيدون البريزيدون ديال لو ام ار ان، لان النهار اللي كتبغي تسجل اون اسوسياسيون ابيت نون لوكراتيف ما عرفتش غيفهموها ولا ما يفهموهاش وحدين اخرين، راك تي توجور بوزوان دان بريزيدون ودان كونطابل ودان فيس بريزيدون. وحنا باش نسجلوا هذا الجسم قانوني ومعترف به دوليا بالهلي يتبتوا لشي واحد، باش ما يجيش شي واحد عادي يبدا. راه هادشي دار في 2012 ماشي عاد، وشحال وحنا خدامين فيه في 2011 ملي بانت لنا حركة 20 فبراير بداو يبيعوا ويشرو فيها المخازنية والمظلمين بيان سور، وزيد عليهم اللي صار الهلاكي. الور خرجوا ابناء 20 فبراير داروا حركة أخرى اللي هي حركة الجمهورية المغاربة. انا الى عقلتو الخوت راه مرارا كنقول في مي فيديو كنهضر على الانتهازيه، واحد كنهضر على في صفوف الجمهوريين الانتهازيه او من يدعون انهم جمهوريين، ياك، وكنهضر على المظلمين والمناضلين والملحزين تاعهم، شكونهم فاهمين مساله ديال الخوت ان كي يقول يا وانت راك كتقول لي هما راه الدين غادي يقطع لي راسي، وانت خويا مقلخ حتى لهاد الدرجه باقي دري صغير، واه انت سوريا سوريا مثلا ياك واش كان فيها قطع الراس؟ ما كانش فيها قطع الراس، نهار اللي دخلوا ليها المظلمين اش داروا فيها؟ ما داروش فيها قطع الرؤوس. ايوا ما كتفهمش هادشي اخويا انت ماما. وانا اللي كتعجبني في هاد الناس كاملين اللي كيخرجوا ديري الفيديو تضيء، وانا كنصحكم بقاو ديروا لي فيديو، ديروا لي فيديو. انا ما نعجبني الحال في الحقيقه، والله انا ما عندي حتى شي مشكل من الناحيه، عرفتي علاش؟ انا اللي كتعجبني وهو الا كان غادي يجي تاشفين يحكمنا وهير خلي الملكيه. هدي 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 وتاشفين راه عمره ما غادي يحكمكم، وهذا الشيء راه فيه تدويت عليه. واصلا بعدا مصطلح يحكمنا راه حتى مصطلح اللي هو ديموضي كنقولوا سيسير شؤون البلاد، ياك حنا اصلا يا البلاداء عمرنا ما قلنا لكم غنعطيو الصلاحيات للرئيس، لانكم كنتو كتفهموا وانا غنرجع لكم الارضيه. رحنا هضرنا على الجمهوريه برلمانيه بمعنى السلطه للشعب في البرلمان، والرئيس يكون عنده صلاحيات محدوده، ولكن حيت قوت الهستيريا بلاد ما كيدوي دوي دوي دابا بلا ما فاهم والو. حتى هو داك الزباله اللي قال لك حتى هو كيدير فيديوهات، والزباله كان معروف من شحال هادي، ولا عادي البوريشي اللي حتى هو هي في الاخر سكرت سكارو انا مع الملك وعزيز لي الملك، وانا رديتوني انا اللي ضيصت ايوا انا اللي واش اشكال ولا احنا انا مع لا ديست انا كنعترف انا حنا لا ديستي وحتى مع لا ديست بجوج، حتى انا عطيني دو بوست الوحيد في المغرب اللي عطيني دو بوست، والملك قال لي سير ولي دير فيديوهات عليا فرشني. حنا لا ديستي وحنا اللي في لا ديست، حتى حنا كنضموا الصوت ديالنا لحركه الجمهوريه المغاربه، حتى حنا ولينا باغيين اسقاط هذه الملكيه، ما بقيناش باغيين نطلعوا القرعي في عباد الله. ودابا الغريب في الامر كيتموا جايين عند شي ناس كيبداو يقول لنا ولا راه هذوك راه معاكم في الحركه. من لا خو شفت معنا في الحركه واش اللي شفتيه معنا في الحركه، وبلا تاخر نشرح واحد العدد ديال المسائل باش نوضحوها للناس. راه كاينين واحد العدد ديال الجمهوريين
ياك او يدعون انهم جمهوريين، فيهم اللي جمهوريين بصح وفيهم اللي هما لابسين توني ياك، ولكن ماشي كلهم معنا في الحركه. باش تكون معنا في الحركه خويا راه كاين واحد لو فورمولير وخصك تعمرهم وخصهم يجاوبوك. راه فرق ما بين انك تكون انت متعاطف مع الحركه ودير اللوغو، راه دايرين واحد العدد كثير ديال الناس، وملي كيهضر راه كيعبر على المواقف ديالو، ما كيعبرش على مواقف الحركه، يكون في الدين ولا ضد الدين ولا مع الدين ولا هذاك، فهمتيني؟ كيعبر هو لما بحال شريف ابراهيم من 700,000 واحد كيدير اللوغو ديال شريف ابراهيم ويعلقوا، هل هذا يعني بانه داكشي كيقول هو ديال شريف ابراهيم، هي مطالب شريف ابراهيم؟ لا. اوكي، وكاين الناس اللي كتبغي تنخرط معانا في الحركه، بمعنى غادا تدخل للتنظيم. هنا حنا دايرين واحد المساله، لان باش المندسين ما يدخلوش معانا، فهمتيني؟ اذا كتعمر لي فورمولير بيس دي دونتيتي فري، اللي كيشطح راه ما كيخبيش وجهه اخويا. الا كنتي مخبي راسك مسمي راسك باقي انت مخلوعه مع راسك، صافي اخويا سير تحارب ديك الخلعه اللي في راسك وعاد، لان حنا اللي معارضين، حنا معارضين. الناس اللي في المغرب كنديروا معاهم واحد الشكل اخر، الناس اللي على برا لا خو بان ما، وحتى الناس اللي في المغرب عندنا لو ايدونتيتي وعندنا كل شيء. جوج الناس اللي مكلفينهم بهاد لي زارشيف، طوطو الثوري اردوان الصالحي. علاش؟ لان باش ما يكونوش لي دوني عند كي نيمبورت كي. راه الناس كتعطيك ورقه سميتها، راه ما يمكنش لينا غير نجيو نبقاو نقولوا لبنادم يلاه زيد زيد زيد، مع العلم ان لي دوموند عندنا بالمئات والالاف، ما بقيناش كنقدو تنحسبو مع الخوت، وراه ما كيتشكاو وكيجي وكيقول لي اخر ما جاوبنيش الصلحي ما جاوبنيش طوطو، لان راه كثر عليهم الشغل اخويا. راه ما صبر الا بغيتي اخويا، الا كانت عندك فعلا النيه انك تلتحق بينا، راه الا ما جاوبوكش صافي دي راهم عامرين. ونزيدك واحد المساله، راه ماشي كتعمر الفورمولير راك وليتي معانا، شكون مفاهمين؟ لا، راه حنا غنجاوبوك في خلال 90 يوم غادي نعرفو فين غنحطوك، لان التنظيم ما يمكنش يدخل ليه شي واحد اللي هو هرجانة. وكثيرا ما حنا عندنا تجربه كثيره، ودابا بنادم صاحبي كيجي باغي اللجوء السياسي في اوروبا ولا في ميريكان ولا ما نعرف فين ياك، كيجي كيجري عندنا باغي يلتحق بكم، هي عطوني لاتيستاسيون. مني ما تنعطيوكش لاتيستاسيون لاننا ما كنعرفوكش، تخرج دير علينا الفيديوهات وتناضل فينا وتسب فينا ونوليو ما مزيانينش، وكنولي انا حمار وما قاريش وما نعرف شنو راسي خاوي، واخا مني انا داير هكا علاش كتجيو تقلبوا عليا؟ ما شرحوا لي هاد المساله عافاكم. اليوم كنا غنديروا فيديو على ود لا 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 الفلوس، لان راه مازال جاي الفلوس اللي شد المغرب، لا من داك المشروع الطاقه الشمسيه ولا في الزراعه ولا في الماء ما يشربوا المغاربه، هادشي اللي كلهم مخلصين فيه المغاربه وما وصلت منه حتى شي حاجه. ياك لا، هنا خصنا نجلسوا نفسروا نديروا الصبوره لعل وعسى يفهموا، لان كاين بزاف ديال الناس كيحسبوا علينا واحد العدد كثير ديال الناس اللي هما ماشي معانا وعمرهم ما كانوا معانا، وكيبدا يروجوا ديك المساله ديال ولا سيروا قدوا مسائلكم انتم، حنا خو مسائلنا مقادين، واش حتى اللي جا خرج كاين حتى بعدا حتى واحد لو كونت كيروج بالقزيز تاشفين بالعربيه ماشي ديالي. وما فهمتش علاش بنادم كيدير هاد المساله هادي، لان علاش اخو غادي تشد واحد الشخصيه ولا واحد الاسم وديرو انت ماشي ديالك؟ دير سميتك الفرق، تقدر تكون ما نعرف انت دايرها حيت كتعاطف معايا وعزيز عليك، كيف تقدر اخو المخزن؟ حنا ما بقيناش عارفين راسنا معامل، لان بنادم ها كيجي وراه ماشي ساهل باش تعرف كل واحد وتعرف على كل واحد. الا كانت عندك انت النيه مزيانه راه 700,000 واحد جانا وصدق لينا، كاين اللي قلب عليك الموقف واحد المساله الدينيه وكتجبد ليه مسائل وكيجيو البالطو. والغريب في الامر خلى خويا جليل قال لك راه كلهم كيجيو البالطو كيعرفوا البالطو،
ولكن علاش ما عندكمش الشجاعه تشد المايك وتهضر في البالتورك قدام الناس؟ ولا كانت شي حاجه فرشنا؟ ولا كانت شي حاجه ماشي هي اللي تقولها لينا في وجهنا وغنجاوبوك؟ علاش الظهر الاول كتجيو باغيين تنخرطوا؟ عطاونا لا تيستاسيون. ما نعطيوكمش لا تيستاسيون خويا كتوليو فيها فشي شكل. ايوا راه حنا ما غنعطيوش لا تيستاسيون تجي. ونزيدك واحد المساله اخرى، شتي داك لا تيستاسيون راه كتعاونك، راه ماشي غدير لك اللجوء السياسي. لان باش يكون عندك اللجوء السياسي راه خاص يكون عندك انت تاريخ نضالي، فاش يمشيو يبحثوا عليك لونكيت اللي كطلب حتى العامين وكثر في بعض الحالات، راه خصهم يلقاوك انت بسميتك الفري، اما مش تديتي في الحبس ولا اما ما نعرف كتناضل في المغرب ولا تبت ليهم. وها هما عندنا واحد العدد ديال الناس وقفنا معاهم لوجه الانسانيه ياك، وجاونا حتى هما النهار الاول كذا وما كذا، وفي الاخر كلهم ولاو كيديروا الفيديوهات وكيناضلوا فينا حنا الاولين. ولا لا؟ وفيهم كاع اللي كنا جالسين في الزوم مبينين حنا اربعه ديال الناس، وواحد فينا مشى تخلى ضربوه وجا كيقولها، وهذاك اللي كيقول هذا الكلام قالك عنده حجج وادله. وانا 700,000 مره كان انا غنعاود عليكم، واللي عنده شي حاجه اخرى ديال التشفين غيفرش مي انا مزوق فيك لما خرج فرش. انا فاش كنشوفكم كتخرجوا تسبوا، علاش؟ لان كتزيدوا تبينوا بان ما عندك والو. وبين بين شي حاجه الا عندك ديال بصح فهمتيني، مش تحسبوا دابا راك انت بنادم اللي ما كيعرفش حتى الموقف ما بين موقفي انا الشخصي اللي كنهضر على شي حاجه وموقف الحركه كحركه. اول ما كيديروا هاد الناس كياتاكيو الحركه، يلا والحركه راه ماشي هي تشفي، الحركه راه فيها مئات الاف البشر. راه بنادم راه ما كيدوي وفاهم ما باكاك بوحديه. انا راه ما بقيتش نقد تنجاوب البشر، هادي شحال ماشي انني كنتعلى عليهم ولا الا بغيتو حتى هو نوري، وراه وريتكم وصورت لكم مرارا وتكرارا الميساج، يعني لا داعي نبقى عاوتاني هنا ها بالتكرار. ما فهمتش اخو، انا بنادم ما كتوصلو ما حتى شي حاجه، هو كي ولا سيما ديرنييرمون فاش سميتو تحشمش اصاحبي، وما عندكمش كماره علاش تحشموا؟ كدورو تاع الدورو كيبان لكم تاشفين. وانا مادا بيا انا مزيان، انا راه مصمم فابيان، عرفتي علاش؟ لان كتوفروا علينا واحد العدد ديال الخدمه، عاد بنادم كتفرشوا ريوسكم بيديكم، كيتبين شكون هو. راه ماشي بشرط تكون مخزني باش تكون مخزني، انا نفسرها لك بواحد الطريقه عاوتاني. راه كاين اللي كيسحب راسه راه هو كيناضل، وهو راه غير كيخدم غير مصالح المخزن، بل بالعكس شي البلطاجي العياش احسن منك، لان العياش بعدا كيخلصوه وكياخذ الفلوس عليها وما تخافش منه العياش، كيقول لك انا مخزني انا عياش. واضح هذاك؟ راه شي اللي ما واضحينش راه هما هاد امثال المناضلين الملحزين واللي لاعبين فيها ما نعرف شنو. وزيد اخو حنا مالناش ديناك، انت بغيتي دير شي حاجه وحنا ما خليناكش. فين وصلتوا لشي حاجه؟ والو، راه كاين هرشي الا كاين انتهازيه، بنادم باغي يبان دير ليا فيها. اش كيتصحاب لك حنا جينا نمثلوا فيلم ديال كليني ستوود هنا ولا اش كيقول لك مخوك؟ ها كاين اللي واحلى في سناني، دابا نصور لكم سناني نعطيهم لكم سوفانير اش تجد في السنه، وعندك تمشي تهبط لتحت شي شويه راه كاين حتى شي حاجه اخرى. مصيبه اخي ديالي، وهذا الشيء راه كان باين وواضح من الاول. ما فهمتش اخو علاش نتوما كتبقاو شي وحدين اخرين تاهما كيجيو كيقول بدي يسول واش هذاك باع الماتش؟ واش هذاك ما هو فين عمرو شراه باش يبيعو؟ راه انت اللي ما كتفهمش اخويا. علاش كنقول لكم مرارا وتكرارا ضحكوا العلويين على جدودنا وغيضحكوا علينا اليوم ومازال غيضحكوا علينا مستقبلا. علاش؟ لان انت اخويا مغاربه بزاف للاسف، غير اللي هز لهم جوج شعارات ديال اسقاط الفساد صافي كيردوه جمهوري كيردوه شي حاجه اللي هو ما اصلا عمره ما قالها وما عندوش مواقف وما عندوش
لان اللي هو جمهوري بعدا اول حاجه خصو يكون عنده يروج للفكر الجمهوري، تكونوا مفاهمين، تكون انت جمهوري علماني كما كتقول كي كتقول على حسب فمك ياك، وكتقول انت ملحد ياك، ودير لي مع واحد مشروع اسلامي، باغي المشروع الاسلامي الخلافه على منهج النبوه، وراه انت الاول خاص علامات الاستفهام قداش هي. نمشي واخا لهاد الارضيه لعل وعسى يفهم شي واحد شي حاجه، خا انت حركه الجمهوريه المغاربه لا تخرح بهذا الشيء. ومساله اخرى اخرى بلا ما يبقى يجي عندي شي واحد يقول لي لاتيستاسيون، ولا حنا قاعد اخو قاعد الناس اللي غايجيو يديروا اللجوء السياسي، حنا لاتيستاسيون سالينا مع بال صافي، لك انت اخويا غادي تجي تناضل معنا حيت انا كنعجبك بلاش، الا على ود لاتيستاسيون بلاش، على ود اللجوء السياسي بلاش، لا خو حنا بغينا ناس اللي عندها مواقف ثابته واقفه على رجليها وكتعرف راسها اش كدير. احنا راه ماشي بشرط نكونوا الاف، ولكن بنادم راه على والو كيتشقلب، بنادم اللي ما وقفش على رجليه وعارف راسو شنو باغي وفين غادي، صافي انت راك غادي تضرنا اكثر من اللي غتنفعنا، انا مزوق فيك لما عطينا اتساع. اي بورتون دابا الدراري ديال الحركه اللي هما مدخلينهم للتنظيم ما عندناش معاهم هذا المشكل، هو معروفين وباينين، ما كنلقاو المشكله مع هذاك اللي اما مازال عاد جا باغي يلتحق وما خداش داكشي اللي بغا، ولا جي دير لينا فيها لان يا ما جا المخزن انا براسي اللي كندوي معاك، واش ما جاوش حضروا معايا في الوقفات ولي كونفيرونس اللي درنا، وراهم في الفيديوهات لتحت يو في الاخر بغاو يسموني انا الاول، راه اللي جا راه الملك الا مشيت عنده تا هو يقولك تا هو راه ضد الفساد وضد الاستبداد فهمتيني، علاش كنقول لكم راه هاد النضال جرتلوه المغاربه، جات عند المغاربه وجرتلوه. وانا نعطيك واحد المعيار بسيط، شي قال لي كيقول لك وهير نخليو هاد الملكيه لان هادي هي الفكره اللي كتروج، صافي ارتاح مع راسك غسل عليه يديك، شي انا براسي غضب ضد نقول لك وصافي اخا الا كان هادشي هكا صافي خلي الملكيه، انا براسي فهمني. مسألة أخرى أنا ما كنقول حتى شي واحد أخا جي تأبونا، راه الوحيد اليوتيوبر الوحيد وقيلا ما تأبونا ما تبارطاجي ما تا حاجة، شوف أنت دماغك و داكشي اللي كيقول لك مخك، بغيتي ما بغيتيش مرحبا، ما بغيتيش مرحبتين، أنا عندي بحال بحال. أجي أخا نشوف هاد الحاد الأرضية، حركة نضالية تحرري تعمل من أجل إقامة الدولة الجمهورية كبديل واحد الشعب المغربي وتحقيق دولة القانون المواطنة الحق واحترام حقوق الإنسان وضمان الحرية هي العدالة الجلالة، تعترف بإشرع النظام الملكي بما في ذلك الملك نفسه، كما لا تعترف بالدستور الممنوع وحكومة الواجهة والبرلمان والانتخابات والأحزاب والنقابات المغزلية، المغاربة هم مغربية ومغاربة يعيشون في المغرب وخارجها باختلاف إيديولوجياتهم. هذا راه جواب لهذاك اللي كيقول لك خاصك تكون ملحد عاد تدخل معانا، راه معانا مسلمين ولكن راه كيتفهموا المشاكل، عكسك انت اللي ما فاهم حتى فين جات ما نعرف شنو وجاي باغي دير لينا فيها ومشاربهم الفكريه ومشاريعهم السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه الجمهوريه المغاربه مجموعون عن قناعات التغيير الجذري، ماشي تخلي الملك، وحنا ما قلناش لكم راه حنا اللي غادي نحكموا واو واخا ديالي، والحقيقة لنظام الحكم في المغرب والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بسقوط النظام المخزني وإلغاء الملكية العلوية، حركة الجمهورية تؤمن بضرورة القيام بانتخابات حرة وشفافة من قبل الشعب المغربي. فهمتيها ولا ما فهمتيهاش؟ هذا راه لا ما بغيناش نحكموا انتخابات، أي زيد أخا من أجل انتخابات مجلس تأسيسي مهمته صياغة الدستور لجمهورية برلمانية ديمقراطية، واش كتفهم بعد الجمهورية البرلمانية الديمقراطية ما كتفهمهاش؟ راه إلا ما كنتيش كتفهم راه مشكلة، الدورة تاع الدورة ضرورة تشفين الرئيس، وأنا عمرني قلت لكم أنا رئيس، ها؟ جمهورية برلمانية بمعنى السلطة للشعب في البرلمان، آه
ودي ودي يا خويا. المهم فينا هي برلمانيه وانتخاب وانتخابات رئاسيه، ان المغرب يعيش اخر لحظات عمر هذا النظام العلوي المطلق الذي شرعنا للملك الدستوري الاستحواذ على كل السلطات السياسيه والدينيه والاقتصاديه والامنيه والعسكريه والقضائيه. نحن جمهور المغرب خلال الفتره الراهنه على الربيع الديمقراطي، حيث عدد من شعوب الجوار استطاعت الاطاحه بالطغاة. انا نخلي لكم ارضيه وقراوها، واخا الا ما عاوتاني ما فهمهاش البشر نعاود نديروها خويا حتى بالصبوره هذه المره. وهو دوله علمانيه بكل مقاييس الدين. علاش كنجبدوه مره مره؟ باش يدفع بنادم انه يمشي يفكر شي شويه، يمشي يدير الدفع ويدير المراجعه، لان الدين بالصيغه اللي اليوم كاين ها اللي كيفهموا يعيقوا، راه ما يمكنش ليه يتقلم في العلمانيه. وسيروا قراوها شي شويه صاحبي، جيتو ما قارين، انا ما قاري ما توزه، وقراوا على التوارات صاحبي كيف تحولت اوروبا من البابويه ومن المسيحيه الى دول علمانيه. مالها شنو فيها صاحبي؟ كتجلسوا تضيعوا وقتكم في التخربيق و فسميتو هادشي كله، راه غادي نجيو ومازال جاي الفلوس اخرى ديال النظام يعني اللي سرق النظام. و انا مرة ما غنعاودش نبقى نعاود ندير فيديوهات اخرين، لان اصلا هاد الفيديو راه حنا درناها باش نشرحوا لدوك الناس اللي بساكن ما فاهمينش، فيما كيسمعوا شي حاجه وكيتسحب ليهم كيجيو نسمسحوها فينا حنا. لا راه داك ديالكم ما ديال لا اخرى ما ديالناش حنايا، فهمتيني؟ وحنا ما يمكنش لينا نديرو يدينا مع بنادم اللي ما ثابتش صاحبي، واليوم عنده موقف وغدا عنده موقف اخر، وبنادم كيقلب عليك وجوال على موقفك من الدين. الدين راه عمره ما غيتقلم في الدوله العلمانيه. انت كمسلم كتجي الدول العلمانيه وكتعيش فيها وكتحني الراس، ويبان لك بنادم كيكمي كاع في رمضان ما تدويش كتجيك عاديه، ولكن الا كنتي في المغرب كتولي واحد اخر. علاش؟ لان عندك 700 وجهه صاحبي. مرة تقولوا لنا لكم دينكم ولي ديني، ومرة تطبقوا علينا قاتل ومقتولو، وكل مرة اش كيقول لكم مخكم، فهمتيني؟ وإلا أنت كنتي واحد الإنسان اللي هو مسلم ويؤمن بالعلمانية، راه حنا قلنا لك تنظيمات قداش هي عندها فوق 40 و50 عام باش كاينة تحمل المشروع الإسلامي، الخلافة على منهج النبوة. واشتي السلفيين كذلك. وانت اللي كتقول لي انا راه مسلم، انا ما نثقش فيك، عرفتي علاش؟ لان من غير يجبد لك ايه صغيره، فمن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون، فين غادي يبقى تبان لك شي علمانيه؟ تبان لك العلمانيه انت. انا راه ما تدخلهاش لي المخي. اذا انت مسلم منافق، باش تكونوا فاهمين، لان ما تقولش انا مسلم، هذا راه القران اللي كنقول لك، والله قالها لك في ثلاثه المرات، اولئك هم الكافرون، اولئك هم الفاسقون، اولئك هم الخاسرون، نفس الايه. الا ما حكمتيش بما انزل الله، اشنو هو ما انزل الله؟ هو تطبيق الشريعه الاسلاميه. ودابا انا مزوج فيكم لما تصالحوا مع ريوسكم وشدوا طريق وحده، باش ما يجيش شي واحد يقول لي تشفير راه كيفراق ولا لا. خو الشيء الجمهوري اللي كيحمل المشروع الاسلامي هذاك راه عدوي. انت مالك اصاحبي؟ واش حمق ولا مالك؟ انت راك داير عرفتي بحال اش داير؟ بحال هذاك اللي طلق الراجل وخرجت الزنقه الاول اللي لقاتو على لقاتو، وفادوكون البريمو كاين كونطرا. لا خويا لا لا لا، علاش؟ لان غدا بغدا غنطيح النظام، راه غنوليو نتقاتلو انا وياه، لان هو باغي يطبق عليا الخريف، فهمتيني؟ وانا راه ما كنبغي هذا ولا ديال التعايش. ولكن اللي ما كيفهمش هاد المسائل راه المشكل فيك انت اخو، ماشي فيا انا. كي بغيتي نشرح لك هاد المسائل وجبتي نخشي عليك في مخك صحه صافي، بقى تهرنط تما، قول راه كيفراق، قول راه ما مزيانش، قول. ولكن علاش كتجيو تقلبوا عليا النهار الاول؟ صافي انا ما بقيتش باغي كاع هذوك اللي هما. انا هو نداء نداء الى جميع دوك المظلمين اللي عندهم مشاريع اخرى. انا مزوج فيك قاد ديزابونا من هذه القناه، وديزابونا حتى من عندي بالفيسبوك، ما تبقاش دور بيا. سير اخو عند الخلافه ولا سير تشوف ما نعرف شنو فين سميتو، وكنعاود نلقى عندي. علاش؟ لان كيبدل السميه
وتا كيدخل عاوتاني عاود يبدل السميه واخا انا كاع داير بحال كلش كتلصقوا عليا انا ما فهمتش اخا حتى لدرجه ما واحد السيد ما مزيانش ما كيسواش ما هادي ولكن نتوما راه لاصقين فيه اذا عندكم شي نيه اخرى ونتمنى نكون جاوبت البهلاء على لاتيستاسيون انسى لي زاتيستاسيون صح مع راسك واللي بغينا نضلو راه محمد السادس راه النظام سير سقطه ولا شوف شنو دير ليه اما حنا راه ماشي ما بغيناش نجمعوا راه ما لقيناش معامل راه ماشي اجي وقول انا غنلقى واحد المواصفات في واحد المناضل راه ماشي اللي جا قال لي انا كذا صافي غادي نتحل وها انت والايام بيننا وغتبين كل حاجه وكل واحد اش كيسوى تحياتي الاحرار والى الفيديو المقبل.